بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الجديد في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. باسمكم أرحب بضيف حلقة الليلة فضيلة الشيخ خديل والمحمد عبد الرحمن، ونتناول معكم الحديث في هذه الحلقة حول موضوع مهم، وهو حكم من أكبر الأحكام التي تندرج تحت باب البيوع، وهو حكم المرابحة. ولا يخفى على أحد أن تعلم حكم البيع مطالب به كل منا، نظرا لارتباط الإنسان في حياته بالبيع والشراء أيضا. ويقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك أيضا لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وانطلاقا من هذا سنتناول معكم الموضوع، أو سنتناول معكم الحديث الليلة عن هذا الموضوع، وهو أحكام المرابحة. وهذا البرنامج للتذكير يقدمه المجلس الأعلى لفتاوى المظالم بالتعاون مع قناة الموريتانية. وإن شاء الله تعالى نبدأ كعادتنا بعرض عن الموضوع مع فضيلة الشيخ خديل والمحمد عبد الرحمن، بعد ذلك نتحول إلى الجزء الثاني أيضا، وهو جزء أسئلة المشاهدين. وكما أعيد ونتناول معكم اليوم الليلة موضوع الحلقة حول الحديث عن أحكام المرابحة، عن المرابحة وعن أحكامها. وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وعلى بركة الله تعالى نبدأ معكم في عرض عن الموضوع بتعريف عن المرابحة وعن أحكامها إلى آخر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون، دبره تدبير عزيز مقتدر، فقدر فيه الأقوات والأرزاق وجعل الأسباب لها. فقال في محكم كتابه: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآيات. وكل مخلوق رزقه مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وجعل الله تبارك وتعالى أسباب الرزق مختلفة، وفتح الأرض للناس للبحث عنه، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والأصل أن يتعاون الناس في جلب المنافع ودفع المضار، ومن هنا جاء باب البيع أو التجارة أو البيوع وما شاكلها كما هو معروف عند الفقهاء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والعلماء يقولون كما نقل حافظ المغرب بن عبد البر في كتابه الاستذكار، يقولون: تسعة أعشار الرزق في التجارة، تسعة أعشار الرزق في التجارة، وهذا مشاهد ففيها بركة. وهذه التجارة لها صور كثيرة، وتقوم كلها على البيع أو العقود المشاكلة له كالمرابحة وغيرها، أو العقود التي ينتجها العصر كالمقاولات والاستصناع التي هي موجودة في عصره. لكن المسلم
يقيد كل هذه المعاملات بشرع الله تبارك وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك السدى؟ الإنسان ما لا يترك غير مقيد، سدى أي غير مقيد. ووضعت الشريعة ضوابط لهذه البيوع، ومنها المرابحة التي هي موضوعنا اليوم. والمرابحة جزء من الأنواع التي تسمى بها البيوع، فهناك بيع المساومة هذا واحد، وبيع المزايدة رقم اثنين، وبيع الاسترسال أو الاستئمان، وبيع المرابحة. النوع الأول هو بيع المزايدة، هذا هو البيع الشائع فيما بين الناس، كأن تأتي للتاجر تريد أن تشتري دفترا فيقول لك سعر هذا الدفتر الذي يبيعه به، لكن لا يبين لك فاشتراه فتساومه، تريد أن ينقص كما هو الشائع سام، هذا هو الأكثر انتشار، هو الذي لم يبين فيه البائع بما اشترى، ولم يبحث المشتري عن سعر السلعة ما اشتريت به. وأصله دعوا الناس في غفلاتهم يسوق الله بعضهم بعض، هذا هو أصله، هذا بيع المزايدة، بيع المساومة أقصد. النوع الثاني بيع المزايدة، وهذا مثل أن يضع الإنسان بضاعة على الشارع ويقول هذه البضاعة تباع لمن دفع أكثر، فيقول أحدهم أنا أدفع 100 ويقول آخر أدفع 200 وهكذا حتى تبلغ السقف الذي يهوى صاحبها فيبيعها به. وهذا ليس من السوم على السوم، لأن صاحب البضاعة لم يركن إلى أحد في العقد، ما فات أعطى التزام الحد. السوم على السوم هو الذي تبيع تضرب له موعدا أنك ستبيع له ثم تبيع بعده لشخص آخر، هذا غير جائز، يقع الاتفاق بينه وبين المشتري. وهذا النوع حصل حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خزيمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل في السوق ووعده بدفع ثمنها، فجعل الرجل يقود فرسه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسير أمامه ليدفع له الثمن، فساوم الناس الأعرابي على فرسه فكأنه وجد فيها ثمنا أغلى من الثمن الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبيعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أشتري من عندك؟ فناك الأعرابي وقال من يشهد لك؟ فقال خزيمة أنا أشهد. قالوا كيف؟ قال صدقته في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض. ولما أراد الصحابة جمع المصحف كانوا يأخذون الآية من رجل إلا خاتمة توبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أخذوها من هذا الصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته كشهادة رجل، هذا المزايدة. النوع الثاني الاستئمان أو الاسترسال، مثله تأتي للتاجر وتقول أنا لا أعرف من هذه البضاعة ولكني أئتمنك، وهذا هو أخطر أنواع البيع. على التاجر هنا أن يكون أمينا فيبيعها بالثمن الذي تباع به في السوق فلا ينقص ولا يزيد، ومن أراد الورع من التجار فلا يقبل مثل هذه العقود لأنه يدخل في حرج. النوع الرابع وموضوعنا هو المرابحة. مرابحة مفاعلة من رابحه يرابحه مرابحة، ومفاعلة تأتي للمشاركة لكنها هنا غير دالة على المشاركة، كسافر وعافاه الله هنا لا تدل على المشاركة. وهذا المصطلح أو هذا العنوان بل هذه المصطلحات كلها هي اجتهاد فقهي لوضع عناوين لبعض المعاملات، حتى قال ابن العربي في باب المرابحة هذا باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ذكر، أي باب المرابحة ليس له في القرآن ولا في السنة ذكر، اللهم إلا ما جاء في الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، فاقتضت دلالة هذه الآية أن هذا البيع جائز، لكن لم تجد لا في القرآن ولا في السنة لفظ المرابحة بهذا اللفظ، لم تجده. لكن القاعدة العامة هي أن الأصل هو جواز بيع كل شيء ما لم يأتي الدليل على حرمته، بل الأصل هو الانتفاع بما في الأرض ما لم يأتي الدليل على حرمته. وأصل هذا أن الله تبارك وتعالى قال لآدم وزوجه
أن يأكلا من الجنة ما أرادا غير هذه الشجرة، فكل ما في الجنة أبيح لهما إلا هذه الشجرة، كذلك ما في الأرض كله حلال إلا ما حرم الشرع. هذه المرابحة. المرابحة هي كما قال ابن عرفة وغيره بيع مرتب على معرفة الثمن السابق، بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سابق. مثالها تقول لشخص أريد أن أشتري هذه السيارة، أريد أن أشتري هذه السيارة ولكن سأربحك على ثمنها 10% أو 5% أو 30%. عليه أن يكون صادقا معك ويقول لك هذه السيارة اشتريت بكذا وكذا وأريد أن تجدني عليها 10% أو 4%. هذا يختلف عن بيع المسامة. بيع المسامة لا تحدد الربح، تبيع كيف شئت ويشتري هو كيف شاء، تبيع كيف شئت ويشتري هو كيف شاء. وبعض الفقهاء يقول كما قال الخليل الأحب خلافه، أي أن بيع المرابحة كثير من الفقهاء لا يفضلونه مع أنه شائز والأحب خلافه. المرابحة نوعان، في مرابحة عادية ومرابحة عصرية. المرابحة العادية هي المعروفة عند الأقدمين وذكرها الفقهاء وعقدوا لها أبوابا وذكرها خليله مختصره وابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القبس وغيرهم من الفقهاء. وصيغتها أن يأتي التاجر في ذلك الزمان إلى سوق بغداد أو دمشق أو أي سوق عنده بضاعة حملها من بعيد على الدواب في ذلك الزمان ووضعها في السوق، ويقول هذه البضاعة اشتريتها بمئة درهم، مئة ألف مثلا، وكلفني الحمل عليها 10 دراهم مثلا، وكلفني طيها وشدها، معنى هذا اللي قاله التغبان كذا وكذا، فيجمعوا فمن زادني عليها 10% أبعثها له. الصورة واضحة، واضحة. اللي اشتريت به معروف، واللي يتكلف فيها، واللي يتكلف فيها معروف، معروف. فيحسب ربحه، يحسب التكلفة وما اشتريت به أصلا، وحتى الطرز خياطة الثياب وتقصيرها، معناها يقصع يقصر ويقول هذا كلفني كذا وكذا، فمن زادني عليه نسبة كذا وكذا فهو له، وكلفني حفظها في مخازن عامة، أنا هالمقصاني كذا وكذا، مبلغ كذا أيضا، معناها اقتريت لها مخزنا بكذا وكذا وكذا. قالوا ولا يحسب السمسار، معناها إذا أراد أن يقدم لك ثمنها ما يحسب لك النسبة التي أعطى للسمسار عندما دله على شرائها إلا إذا كانت لا تباع إلا عن طريق السماسرة، فإنه يحسب ما كلفه السمسار، يقول اشتريتها بكذا وكذا ودفعت للسمسار 10%. إذا شرى العرف بالبيع من قبل السمسار، لا، في بعض البضائع لا تباع إلا عن طريق السمسار، وفي بعض البضائع تباع بدون السمسار، يمكن بيعها ما كان يباع عن طريق السمسار تحسب تكلفة السمسار في سعره، وما لا فلا، وما لا فلا. يجب كما قلت أن يبين جميع ما لزمه في كذلك، وقد يذكر هذا مجملا، معناها لا يفصل في السمسار ولا في الحمل ولا في الطرز ولا في المخازن، لكن نقول هذه البضاعة كلفتني كذا 100,000 أو مليون مثلا، فمن زادني عليها ربح 10% يبعثها له، فهو يبحث عن الربح على سعرها. ولذلك رأينا في تعريفها أنها بيع مرتب على معرفة الثمن السابق، المشتري يعرف ثمن. هذه المرابحة العادية التقليدية الشائعة، لكن في مرابحة عصرية، وهذه تختلف في الصيغة عن التي ذكرنا سابقا وتتفق معها في طلب الربح. المرابحة التي نعيشها الآن هي المرابحة للآمر بالشراء. هذا الباب من أبواب الفقه التي كانت نسيا منسيا، أنا أقل من يصل إليه إلا التخصص، فلما احتاجت له المعاملات الإسلامية استوى الناس في معرفتهم، صار شائعا، وهذا يدلكم على أن الفقه لا بد منه. قبل أن تكون هذه المرابحة في البنوك، كان العامة من الناس إذا ذكرت أحدهم بجانبه لفظ المرابحة لا يفهم هذا، لأنه هذا باب متأخر في أبواب البيوع ولا يحتاجه كثير من الناس. فلما احتيج إليه في المعاملات الإسلامية كما سنرى، صار كل أحد يعرفه، عامة من الناس يعرفون المرابحة. مرابحة الآمر بالشراء مثالها، تذهب إلى المصرف البنك وتقول أريد أن تقرضني
يا صاحب المصرف مليون لأشتري به سيارة. طبعا فيه معاملات تقليدية، بنوك تقليدية وملوك عصري. إذا كان يبيع بالربا، أعاذنا الله من الربا، أقول لك طيب سأدفع لك مليون نقدا وأربح معك نسبة كذا، هذا سلف وشر نفعا ولو جايز. نعم هذا مو جايز صح. ولما آذن الناس بحرب الله ورسوله وهي الربا عمت الفتن والأوبئة والكوارث الأرض، وهذا مشاهد. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الصيغة الثانية أن يكون البنك عصري كالبنوك الإسلامية وكالنوافذ الإسلامية، ويقول لك لا، أنا لا يمكن أن أدفع لك النقد ربحا في الفضة، لأن النقود لا يربح في ذاتها، النقود وسائل، الربح إنما يكون في العروض، ولكن سأقوم لك بعملية مرابحة، سأتولى شراء السيارة بمليون مثلا، يقول لك ستبقى كذا وكذا، وأبيعها لك بربح 10%، كأنه تفادى الربح على النقود. هذه هي الصيغة الشائعة عند المرابحة العصرية. في المرابحة العادية التقليدية يضع بضاعته في السوق ولا يعلم هل ستشترى أم لا، لكن يعلم أنه سيبين الثمن الذي اشتراها به وأنه يضرب كذا وكذا. أما المرابحة العصرية التي ترجع إليها البنوك الإسلامية فإنها للآمر بالشراء، معناها أنت أمرت المصرف أن يشتري لك سيارة أو منزل أو أي حاجة تريدها، المصرف سيشتريها ويبيعها لك، لكن هذا عنده شروط. الشرط الأول أن يمتلك المصرف البضاعة، وهذا بعض المصارف يفرط فيه. مثلا يقول لك سأدفع لك قيمة كذا من أوراق من رصيد بطاقة التزويد أو قيمة مليون من الإسمنت أو الثياب أو الأحذية، وتأتي وهو لم يقبض شيئا من هذا ويدفع لك شكا مصرف يعني على هذا المبلغ، لا هذا مو جائز. لا بد أن يقبض المصرف البضاعة حتى يربح فيما ملك وحتى يكون ضامنا، وهي أكثر شيوعا بالنسبة للبنوك الإسلامية. طبعا هذا الملك نوعين، المصرف ما أن يكون عنده مخزن وشيء من هذا القبيل، أو يكون نقلها يسير كالبطاقات وغير ذلك تسلل من المصرف، والذي جاء بها المصرف والمشتري ما بينهم علاقة، المصرف عنده شخص يوفر له هذه البطاقة ويجعلها المصرف عنده ويأتي الزبون ويعقد معه المرابحة، معناها الطرف الثالث الآمر بالشراء ما عنده بها علاقة، ما عنده بها علاقة. فإذا فعل هذا المصرف يقول له أربح عليك نسبة كذا وكذا، هذه كما يقولون الملاذ الضريبي، كذلك المرابحة هي الملاذ الذي لجأ إليه الناس في تفادي الربا كارتكاب أخف الضررين. ومن أقدم من تحدث عن المرابحة هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأم، ولذلك أخذتها البنوك وأخذتها المصارف الإسلامية يتعاملون بها تفادي الربا. وسبحان الله العظيم، هي هذه عندما يكون الربح على النقود تقل فرص العمل، معنى هذه المصرف يستلف لك مليون يربح معك 10%، ما في فرص عمل، لكن عندما يكون الربح على البضاعة يخلق فرص عمل. المصرف إما أن يتدي مخازن، وإما أن يكون عنده شخص يوفر له هذه فرص عمل، هذه فرص عمل أول صح. فإذا وفر له البضاعة باعها لزبونه، نقل البضاعة حزمها كما ذكرنا توفيرها، هذه فرص عمل. ولذلك العلماء جعلوا من علل تحريم الربا هو أن تكون المعاملات في النقود، فإذا كانت المعاملات في النقود بيعها يبعد توقفت الحياة. مثلا إذا كان الأثرياء والبنوك مثلا يبيعون النقود بعضها بعض، معنى هذا البنك عمل ولا يبيع النقد، يبيع مليون بمليون ومئتين، التاجر في السوق يبيع مليون بمليون ومئتين، إذن لا تجارة لا صناعة لا بناء لا بناء لا مشياء، سيتوقف كل شيء. فحرم الربا لتكون الحياة طبيعية، معناها لتكون السوق فيها حركة تخرق فرص عمله. هذا من الأمور التي جعلت هذا من علة تحريم الربا. نعم طيب تفضل. إذا جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الشروح على هذا التوضيح القيم، ونتحول الآن إلى ما لدينا من أسئلة للمشاهدين. عندنا أيضا اليوم أسئلة المجلس، تفضل. إذا نقدم هذه الأسئلة بعد ذلك. تفضل. السؤال الأول يقول: بعض البنوك إذا أردت السلف من عندهم
يعطونك بطاقات التزويد ويشترونهم من عندك، فهل هذا يجوز؟ وإن كان المشتري أيضا شخصا من خارج البنك يأتي للبنك بغية الشراء بطاقات التزويد، هل يبقى ذلك على الجواز أم لا؟ وربما تمت إجابة عليه الآن هذا السؤال. لكن طيب، هي المرابحة شائعة الآن عندنا في العاصمة، الآن عندنا قائم على ثلاث عناصر: البنك، والوسيط اللي يوفر بطاقات تزويد البنك، والزبون لطالب المرابحة. إذا في ثلاث أطراف. هذا الشخص الذي جاء البنك يريد السلف، دور السلف، واضح، والمصرف نفسه هو الوسيط. البنك يتصل على شخص يوفر البضاعة، أي بضاعته إذا صارت عند البنك، الشخص الذي يوفر البضاعة لم يعد له علاقة بها، فباعها البنك لزبونه. لا يجوز لمن اشترى هذه البضاعة أن يبيعها للبنك، لكن يجوز له أن يبيعها لمن وفرها البنك، لأنه كسائر الناس ولأنه لا علاقة له به. هذا التاجر الذي يوفر البطاقة التزويد للبنك جاء بها البنك، والبنك باعها لهذا الزبون، أخذها الزبون، يبيعها لمن يشاء إلا البنك لا يبيعها، لأن السلعة الخارجة من الدعاية لها ملغاة، ملغاة كما يقول مالك. نعم، إذن هذا بهذه الطريقة سليمة. إذا حصل السلف بهذه الطريقة لا شيء به. السؤال الآخر: ما حكم المرابحة عن طريق البنك بشرط التأمين وبشرط الرهن للمبيع وبشرط دفع غرامة عن كل تأخير؟ أنا لست على اطلاع بكثير من الصيغ التي عند المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية، قد تكون عندهم بعض الصيغ، وأنا أيضا لم أستوعب السؤال هكذا ربما، لكن من حيث الفقه سأحددك، لكن قد تكون البنوك عندها رخص وعندها أمور، هذا أدرى به المجالس الاستشارية للبنوك، وأنا لست على علاقة بهذا لما لدي هذا فقط. التأمين معروف نوعان، هذا التأمين التقليدي غير جائز، لكن هو إكراه عصري، معنى هذا لا يواسي فيه، به له فيه غرر كثير، تؤمن على أمر قد يحصل وقد لا يحصل، غير جائز. فيه صيغة تحاول أو يحاول بعض الفقهاء المعاصرين أن يذكر التأمين التعاون، معنى يتعاون قومين على رصد شيء من المال لسد حاجة بعضهم أو لتفريج كربة عنهم، لكن ليس بقصد الربح، من باب تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الجهل. ما تقوم به بعض البنوك كما ذكر السائل أصله هو عدم الوفاء في الناس اليوم. أنا البنوك عندها حرج في هذه المسائل، وهذا واقع، أنا هيسلف حد من عنده لا تخلص، فاحتاجت إلى هذا الضمان. قطعا البنك ما يقعد هو المؤمن، يقول هو البائع ولا يقعد هو المؤمن، يقول له يعود ما تعقد بيعة في بيعة، وهذا مو جائز. لكن إذا كانت عندهم صيغة لست على اطلاع بها فيها عقد تعاون بشرط أن يكون تعاون، أو تعاضد بين زبناء البنك للتعويض عما حصل له عارض كمن مات أو مرض أو عجز، أنها عزل عن عمله والله فلست تجارته وغير ذلك، فهذا لا أدري يعني. لا أدري الصيغة التي تقوم بها البنوك. نعم، واضح. ما حكم ما يفعله بعض البنوك من التربح في مال ودع لهم وإليهم؟ الربح في المال المودع جائز، الربح في المال المودع جائز، معناها ينزل حانوت بوتيك وتودع الفضة، أما في حالتين يقول هاي الفضة لما هكاتي لا تمس، لا تمس حتى ما تقوى منها الدقدي ويعدلها. وهذا يترتب عليه أمر: إذا أصيب الحانوت بجائحة كحريق أو جاءه السراق وسرقوا الفضة فإنه غير ضامن، لأنه لم يربح منها، ما قط مس. المس الثاني تودع حاله يجعلها في الدور الاقتصادي، عنده معناه يخلص به الدين حالا، واخذ به بضاعة من الميناء، خلص به عماله، هذه إذا حصل لها ضرر هو ضامن لها، لأنه من له إنما فعله التوى، وله ربحها لأنه ضامن، وما لا يمكن أن يكون ضامن ولا يربح. ابن عاصم يقول: والتجر في المودع من أعمله يضمنه والربح كله له. واستثنوا من هذا ثلاث مسائل: والربح تابع للمال ما عداه غصبا وديعة وتفليسا، بدل معناها الربح تابع للمال يكون في ثلاث مسائل: غصب والوديعة، هذه ماله مالك أودعت حانوتا أو مصرفا مبلغا من المال وربحها، صح، الربح ماله يلا تابع المال هنا، لا، الربح لي من ضمنه. نص البنوك
لعله يقصد الربح الربوي اللي عبد ذاك مو جايز مو جايز معناها يدعو المفاوتهم يربحوا له بالربا ذاك مو جايز نعم لكن لا يجوز مثلا يودع بعض النقود للبنك الربا لا وبعد انه يشاركوا في الربا هو نفسه وبعد بعد اكمال السنه وبعد حلول الحولي تكون هناك زياده ما حكمها مثلا يسمونها الفائده هذه وعين الربا هذه وعين الربا ياخذها ويتصدق بها مع البنوك لا من نكد الدنيا على الحرية أن يرى عدوا لهما من صداقته بد هي هذه المعاملات الربوية والبنوك عامة العرض حتى أنك ما في دولة إلا لا بد أن تشارك فيه وفي حديث أبي داود يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا فمن لم يأكله ناله من غباره فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذي ينهى عن الربا ويحرمه ويعظه النقود التي يقضي بها شؤونه مرت بدورة الربوية يومية واضح نعم بعض باعة الخضروات يجمعون الخضروات في مكان ويضعون لها سعرا واحدا مع أن أسعارها متفاوتة هل يجوز هذا أم لا؟ شوف باع الخضروات وباع الأمور اليسيرة يغتفر فيها كثير من هذه الأمور باع الأمور يغتفر فيها كيف اللي عدلوا عند الحماني يصروا البضاعة الصغيرة ما هي موزونة لهم مكيلة هذه أمور مغتفر واغتفر اليسير لحاجة الناس إليها نعم. إذن أنا سعر واحد مع أن سعرها متوفرة إذن ما يغتفر تغتفر تلك المسائل ما حكم السلف الموظفين من البنوك وهل أخذهم لبطاقات التزويد من البنك وبيعها ينفي الربوية أم لا إذا كان قصدهم من ذلك يعني أخذ البطاقات الحصول على النقود لا أركن لك نشتغل ذلك ما تحدثنا عنه سابقا ولا مفهوم للموظف عن غيره في أخذ القرض وهذا على كل حال أقرب إلى الشرع من صريح الربا أقرب إلى الشرع من صريح الربا نعم. هل يجوز بيع أرض على أساس أن فيها معدنا أشم في هذا السؤال رائحة التنقيب التقليدي عن الذهب مالك سئل عن هذا عن بيع تراب معدن فقال لا بأس بذلك فقيل له فقال هم أدرى بحظي ولكن يفرق هنا بين تراب المعدن وتراب الصائغ يعني هذه التراب اللي تحصله كاتبة التصفية ذيك بيع عند المالكية موجز والتراب الأخرى فيها غرر كثير وقد تزيله هذه مسائل التنقيب اليوم وعلى كل حال فيها غرر كثير فقد لا يجد فيها شيء إذا لا يجوز بيع هذه الأرض على عند مالك قال لا بأس به عند مالك قال لا بأس به هل يجوز لشخص أن يعطي مالا لآخر بغية المرابحة لكن بشرط أن يدفع له من كل شهر مبلغا محددا كأن يعطيه مثلا 100 ألف أوقية ويشترط عليه دفع 10,000 لكل شهر هذا فيه إشكال هذه 10,000 هل هي من المرابحة أم هي زيادة عليها إذا كان يقصد عنده نسبة من الربح محددة مع هذا يدفع له كل شهر مبلغا آخر فهذا غير جائز هو حسب ما فهمت من السؤال هو شخص أعطى مثلا شخصا آخر مبلغا محددا مثلا 100,000 كما مثل به و بشرط أن يعطيه من تلك المئة من كل شهر 10,000 أوقية مثلا أنا أعطيتك هذه 100,000 وهذا المليون ولكن بشرط أن تعطيني عن كل شهر 10,000 مثلا ورأس المال شوف هذا مراب هذا عقد قراض عنده نسبة يتفقوا على الزمن يدفع هذا في مرابحة بيع حالا بيع قد يمكن يدفع له مليون يقول له كم تم كل شهر أعطيه نسبة كذا أنا عندي نسبة كذا وأنت عندك نسبة كذا تدفع لي كل شهر كذا إذا هذا يجوز ذاك القراض القراض على كل حال وهذا هو السؤال إذا هذا يدخل هذا أقرب هو للقراض منه إلى المرابحة لأن الذي ذكره هنا أنه أعطاه نقودا والمرابحة لا تكون في النقود المرابحة إنما تكون في العروض زين نعم هي أسئلة تريد لا يمكن أن يدفع له 100,000 على أن يربح مع عقد مرابحة على أن يربح مع 10,000 لا لكن يمكن أن يدفع له 100,000 ويتجر بها على أن له نسبة من الربح وهذا قراض إذا توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من الربح كما قال خالي نعم
هل تدخل القروض الشرعية البنكية في المرابحات؟ القروض الشرعية كثيرة، لا أدري ما قاصد بها عنه، وأنا ذكرت سابقا أني لست على اطلاع بالسجعة التي عند المصارف، وبالتالي شيء ما على اطلاع به ما نتكلم فيه. أحسنتم، يتم تجاوز ذلك أحسن. هل يجوز أن يعطي أحد مالا لآخر ويقوله أعطيني نسبة من الربح دون أن يحدد النسبة؟ لا بد من تحديد النسبة، لا بد 10% أو 5% أو 5% أو يتفقا على نسبة الربح، لا بد من ذلك. شخص لديه أرض صالحة للزراعة، هل يمكنه أن يعطيها لآخر بنصف ما ستنتجه أم في ذلك غرام؟ الذي عند السادة المالكية أن الأرض لا تكرى بما تخرجه. ابن عاصم يقول: والأرض لا تكرى بجزء تخرجه، والفسخ مع كراء مثل مخرجه، ولا بما تنبته على الخشب من غير مزروع بها أو القصب. ومعناها لا تكرى بهذا ولا بالطعام، لكن يمكن أن يكتريها بنقد، هذا هو الذي يجوز. وعلق التسوري في شرحه العاصمية على هذه الأبيات قال: والذي جرى عليه العمل اليوم عندنا في الأندلس هو جواز كرائها بما تخرج. قال ثم قال: وكأن الناس اتبعوا مذهب الليث. ومثله القاضي أبو بكر بن عربي، وهو من علماء الأندلس أيضا، بالغ في القضية وذكر أحاديثها ومال إلى جوازها. ولكن الذي عندنا من رواية ابن القاسم عن مالك أن الأرض لا تكرى بجزء تخرجه بما تخرجه، ولا بما كان من المطعوم كالشهد واللبن واللحوم. معناها الأرض ما تكرى بالطعام ولا تكرى بما ينبت فيها، معناها يقول له هذه الأرض صالحة للزراعة، وموسم الزراعة لا يبدأ ذلك، منذ وقت تحرث فيها تقريبا أرز، فإن أخرجت 20 طنا من الأرز فلك نصفها مثلا، هذا مو جائز، لا يجوز. لا يجوز على المشهوري، وذكرنا قول التسولي والليث هو أبو بكر، تفريزنا على الناس لعل بعض الناس يحتاج إلى هذا. والمعاملات بابها باب واسع. شخص اشترى بضاعة وبعد دفع الثمن وجد بها عيبا مانعا من الانتفاع بها، ماذا يترتب على ذلك؟ اشترى بضاعة وبعد دفع الثمن وجد بها عيبا مانعا من الانتفاع بها، يردها إلى من باعها له، فيتروى البائع والمشتري، فإذا كان هذا البيع قد حصل بعد الشراء فالبيع صحيح والرزية نزلت به، وإذا كان البيع حاصل قبل الشراء فيردها إلى البائع. إذا إن عقد البيع هي إذا كانت في كان بها عيب مثلا، والشاري ليس على علم به، وحصل هذا غش، وهو البيع لم ينعقد، البيع في ظاهره لم ينعقد وفي الحقيقة لم ينعقد، لأنه اشترى بضاعة يشترط فيها كذا وكذا، فهي ناقصة شرط، فالبائع غش والمشتري مغفل فيردها إليه. بعض الباعة يزيد في ثمن السلعة بربح خارج عن المألوف، هل يضر ذلك البيع وهل المشتري؟ الرد إذا علم الربح جائز، زي عند العلماء أن الربح جائز ولو بما خالف العادة، ولا بغبن، معناها لا يرد البيع في الغبن في الربح ولو ما خالف العادة كما قال خليل، ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العمل كما قال ابن عاصم. معناها هذه بضاعة سعرها في السوق 100,000 مثلا، فباعها أحدهم بمليون، هذا ربح خيالي لكنه جائز، دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعض. متى ينتقل ضمان السلعة إلى ذمة المشتري؟ متى ينتقل؟ السؤال يقول: متى ينتقل ضمان السلعة إلى ذمة المشتري؟ إذا استلمها وتصرف فيها. إذا استلمها وتصرف فيها. أحد المراقبين عن الذهب يسأل عن كيفية زكاة ما يحصلون عليه من الذهب، مع العلم أنهم لا يحصلون عليه دفعة واحدة. الذهب زكاته واضحة، هو أن من حصل عنده ما يساوي 85 جرام من الذهب يزكيها، ويعطي في زكاتها ربع العشر، معناها 2.5، هذا معروف. وإذا كان الذهب أخذه من مكان واحد فيزكيه،
وإذا كان عرقه واحد يزكي العرق عند الذهب كيف عرق الشجر ماشي تم يقص حد. وإذا كان جمع هاي مكان ومكان كله بعيد من الآخر فلا يضم بعضه لبعضه. وأظن الله أعلم أن الترخيص الحاصل الآن من السلطات في نحايب معمورة يعتبر مكانا واحدا، من المنقب رخص له في قدر متر مربع من الأرض ينقب فيه يعتبر مكان، يعتبر ما يعتبر يضم بعضه لبعضه. الجواب هو أن يزكي. رسول علق طلاق زوجته على أمر وتراجع عن ذلك قبل حدوثه، هل يصح التراجع عن التعليق في الطلاق؟ تعلق على أمر، رجل علق طلاق زوجته على أمر وتراجع عن ذلك قبل حدوثه، وما زال الأمر بيده يمكن يتراجع عنه لا مانع من تراجعه، يصح التراجع عن التعليق في الطلاق؟ إمام ست عبادة هو تصرف تعليق له يمين، تعليق علقه على أمر يتراجع عنه يأذن له فيه. نعم، لكن إذا فعلته قبل أن يتراجع عنه فإن الطلاق يحصل. نعم، إذا مات الزوج عن زوج حامل ولها أولاد هل ينتظر بقسم التركة وضع الحمل؟ لا بد ينتظر وضع الحمل، لأنه قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون توأمين وقد يكون ويكون. إذن الشيخ هناك أسئلة ما زالت لدينا. نعم، ولأن الوقت يمكن أن يضيقنا نأخذ سؤالا واحدا من صادرات المجلس، بعد ذلك نعود إلى ما لدينا لنكمل. طبعا كما يعلم الجميع المسألة الفتاوى المظالم يصدر الفتاوى المكتوبة بالإضافة الفتاوى الشفهية. هذا السؤال، ما حكم زكاة الحلي؟ الحلي اللي هو تتحلى به النساء. جاب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحلي والمراد به ما يتزين به من النقدين من المنظور الفقهي يتنوع إلى أنواع متعددة حصرها الفقهاء من ناحية الزكاة في قسمين يندرج في كل واحد منهما عدة أنواع. القسم الأول ما لا زكاة فيه بالنظر إلى أيلولته لعدم النماء، وتحته واحد ما تملكه المرأة لحليتها أو لابنتها مما يجوز اتخاذه. اثنين ما يتخذه الرجل لزوجته أو ابنته، هذا لا زكاة فيه. دليله ما في مطايا أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فكانت لا تخرج من حليهن الزكاة، معناها عندها دير من الذهب قيمتها ياسم المال يغير الدورها لزينتها، هي لا زكاة فيها. لا زكاة فيها طبعا، لأن الأصل شرط في الزكاة نماء المال، وهذا ما ينمى ما يربح يومية. إذا الحلي لا زكاة فيه، هذه الصورة معناها هذه الدور لزينتها هي والله لبنتها، أو يملكه الزوج لزينة زوجه أو بنته لا زكاة فيه. وفي أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. شوف عنده حلية الذهب يجعلها زينة لبناته ثم لا يزكيها الذهب. وفي الاستذكار لابن عبد البر ما لفظه لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه. ثلاثة ما يملكه الرجل مما يجوز له استعماله كخاتم الفضة وحلية المصحف والسيف. أربعة الحلي الكامل لا زكاة فيه، هذه الصور قسم لا زكاة فيه. الحلي المتخذ للكراء بشرط كونه مباحا لمن اتخذه لذلك كالمرأة تكريه للنساء. ففي جامع ابن يونس ما لفظه قال مالك لا زكاة فيما اتخذه النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرنه للكراء. إذا ما كان يضل الكراء إلى زكاته فيه، ما يخرج من حال إلى حول. خمسة الحلي الذي تكسر فحبس لإصلاحه، عنده شيء من الذهب يغير تكسر ومثل له يقص به الصاغة يعدلون طياسر عنده ما لا زكاة فيه. في جامع ابن يونس معناه لا زكاة فيه من كسر من الحلي فيحبس لإصلاحه. القسم الثاني ما فيه الزكاة، هذا القسم الأول لا زكاة فيه، بحكم الأصالة في النقد. ويدخل تحته ما يلي ما يملكه الرجل أو المرأة من الحلي الذي لا يجوز استعماله، الأبدا من زكاته بهدقاع ما يجوز الاستعمال. هذين الحلي المتهشم الذي لا يكون إصلاحه إلا بسبك جيد فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد كسره لأنه كالتبري. في جامع ابن يونس معناه وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه فلا يزكى كالتبري. ثلاثة
الحلي المتخذ للكراء للكراء ممن لا يجوز له استعماله على أصح الشقين المذهبي. أربعة الحلي المتخذ للعاقبة، عندهم شيء من الذهب ما هو زينة ولا ينكر غلامين ولا على عقب يحتاجوا يبيعوا، هذا يسكر. يسكر نعم. إذن نعود إلى تفضل معدنا ابن سيرة المشاهدين. السؤال الآخر الموالي يقول: نطلب من الشيخ توضيح صمة صلاة الكسوف. صلاة الكسوف فيها حديث الموطأ، فيه رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، حديث طويل. وأنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. وهذا ينبغي التنبيه عليه، العامة من الناس إذا حصل هذا الأمر يحسبون أنه لأمر جلل في الدنيا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة حتى يغيب ضوء الشمس أو القمر بسببها. وصيغتها أن يؤم الإمام الناس فيطيل الركعة الأولى واقفا، قيل يقرأ فيها سورة البقرة، ثم يركع، ثم يرفع ويقرأ سورة أخرى تليها في الطول كآل عمران مثلا، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد. هذه الركعة الأولى فيها ركوعان، ركوعين، كبر تكبيرة الإحرام، وقال الفاتحة والسورة، وركع، وقال سمع الله لمن حمده، ما يلا يقوم ساجد. صح. لا، في صلاة الكسوف لا، يركع ركوع آخر ثم يرفع فيقرأ أقصر من قراءته لا، ثم يسجد. هذه الركعة الأولى فيها ركعتين، ثم يفعل نفس الشيء في الركعة الثانية، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع، ما يقول سمع الله لمن حمده، ما يلا يقوم ساجد. صح. لا، يقف يركع ركعة أخرى ويقف ويقرأ. فعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكمل صلاته حتى زال الكسوف أي صلة. إذن كل ركعة بعد السابقة تكون أقصر القراءة. طبعا طبعا. وللأسف الناس شغلوا بهذه التكنولوجيا والرجوع إلى الأسباب، فنسوا أن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصلاة والصدقة والذكر عند حدوثهما. ولابن العربي هنا كلام جميل، الآن عندما تناقش مع الشباب يقولون لك هي ظاهرة كونية، الشمس القمر يدون الشمس وكرة الأرض تداخلها، صحيح. ابن العربي في القرن الرابع ذكر هذا، كان ناحية علمية، لكن ذكر أن آيات الله منها ما يصحبه الناس كل لحظة فلا ينتبهون له. طلع الشمس من المسجد كل صباح آيات من آيات الله، معناها كل نهار تظهر الشمس من المسجد، هذه آيات من آيات الله. وفي القرآن: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، هذه آيات من آيات الله. والشمس تجري لمستقبل، لكنها تأتي كل يوم، شوف غروب الشمس وذهاب الضوء لا يقل عن ذهاب الضوء عند خسوف الشمس. فيك الترحالة ذهبت الشمس، لكن غروب الشمس هذه آية يومية، لكن ينبغي انتباه لها. وآية لهم الليل كطلوعها نسرخ منه، طبعا نسرخ منه النهار فإذا. لكن الآيات التي تأتي متباعدة كالكسوف والخسوف لا بد من الاتباع لها، كأنها تذكير للناس. ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة والذكر. الآن عندما تحدث كل حد يقعد قدام تلفزيون تمخرص، وهذا صراحة يدل على غفلة، ارتفاع من سوب الغفلة في قلوبنا. صلى الله عليه وسلم والعافية. هناك سؤال وذيله صاحبه بما تقدمت الإجابة عليه عندنا، يقول: ما حكم زكاة في الذهب والفضة، وهل يجب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة؟ هذا تحدثنا عنه. وحكم الزكاة في الذهب والفضة تحدثنا عنه. إذن نتجاوز إلى السؤال الموالي: ما الحكم إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبته؟ تؤدى عنه من المسائل، تؤدى بها قبل التركة، تأخذ من ماله لأنها صارت حق لفقراء دين ذمته. إذا تؤدى عنه، تؤدى من الأمور التي يبدأ بها قبل التركة، كقضاء الدين مثلا، كقضاء الدين وكالكفن وعلى ذلك. إذن هي من الأمور التي يجب. السؤال الآخر: ما حكم بيع ما لا ينتفع به كآلات اللهو مثلا؟ وما
الفقهاء يمثلون لهذا بآلة الله وعاره، ما لا ينتفع به أنواع. إذا كان إنسان يعلم أن هذه المسألة ينتفع بها كمن يشتري شيئا لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنه لا يشتريه، معناها لا فائدة في شرائه ولا في بيعه. وذكرنا سابقا أن التجارة من أسباب الرزق. آلات الله مثلا آلات الله بيعها مبني على اختلاف العلماء في الهول والموسيقى، وهذه مسألة خلاف. إذن نفس مسألة خلاف بيع آلات الله هذا مبني على جوازه أصلا. نعم زين. إذن والفقهاء دائما يمثلون به، يمثلون بما لا يجوز بيعه بآلات الله، شراخ خالد وغيره. نعم زين. إذن فضيلة الشيخ، بقي عندنا من الوقت دقيقتين مثل دقيقتان، ولذلك نختم لأن الوقت لم يعد يسمح بإكمال السؤال، وإن كان لدينا من صادرات المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم ما يمكن. طبعا هذا من صادرات المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم، وهو من فقه عاشته الأمة في الأشهر الماضية. يقول السائل: ما هو حكم ما يقوم به بعض الناس هذه الأيام من ممارسة الرياضة في المسجد، بحيث يسرع أحدهم في المسجد حتى يسمع وقوع أقدامه ويشوش على المصلين؟ معنى عندما كان في حضرة تشول كان بعض الناس يتمم شفاه المسجد، وهكذا سأل السائل في ساحات المسجد أدل في الرياض، هذا غير جائز. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، معروف أن الله تعالى شعد المساجد بيوته فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وينبغي لعمارها أن يعلموا أنه سبحانه وتعالى أراد لهذه المساجد أن تكون سببا في تعالي في القلوب والسكينة والوقار، ولا يرفع فيها الصوت. أما بخصوص ما أرد في السؤال من قيام البعض بالرياضة في المسجد أو في حضنه، فإن هذا التصرف لا يليق، وجدير أن يذكر فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، بولود القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ومن المعلوم أن أداة إنما تكون للحصر والإثبات، من هذا التصرف ينافي ما أمر الله تبارك وتعالى به من تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا شك أن المساجد من حرمات الله ومن شعائره. خلاصة الفتوى، الخلاصة أن ممارسة الرياضة على الصيغة التي ذكر السائل في المسجد غير جائزة، لا في داخل المسجد ولا في ساحته، لا في ساحته أيضا، فلا تجوز، لأنه إنما بني العبادة والعلم وذكر الله تعالى. إذن جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، الوقت انتهى. إلى هذا الحد أعزائي المشاهدين، أختم معكم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم فتاوى باسمكم. أشكر ضيف حلقة الليلة فضيلة الشيخ خادل محمد عبد الرحمن، أشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لفريق العمل في التصوير، في الصوت التصوير أحمد عبد الله السالم، وفي الصوت عبد الله المحفوظ، وفي الإخراج محمد الاطراح، وفي البرمجة أميرة المتفال. إلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.